بيان باسم مؤتمر ستار إلى الرأي العام. تلقينا أمس نبأ الشخصية الثورية أيقونة السلام والحرية الرفيقة آيسل دوغان العضوة في مجموعة السلام والتي ارتقت إلى مرتبة الشهادة إثر صراع مع مرض العضال لازمها عندما كانت في سجون الفاشية التركية التي مكثت فيها سنوات طويلة، وبعد أن أطلق سراحها انتقلت إلى ألمانيا بغرض العلاج، ولكن ألمانيا كانت المحطة الأخيرة في حياتها، حيث استشهدت أمس تاركة وراءها أثرا إرثا نضاليا كبيرا عريقا وتاريخيا حافلا بالعمل الجاد والدؤوب لأجل الشعب الكردي وكافة الشعوب المضطهدة في العالم. آيسل دوغان شهدت مجزرة ديرسم التي منحتها العزيمة والقوة ودافعا للانتقام أكثر وأكثر جراء ارتكاب المجازر الإبادية بحق الشعوب الآمنة. انضمت إلى حركة حرية كردستان كامرأة ثورية، امرأة حرة، امرأة كردية. جمعت كل هذه الصفات تحت مظلة حركة كردستان وناضلت على هذا الأساس في كل الساحات النضال، وصارت على طريق الشهيدات وعلى نهج وفكر وفلسفة القائد عبدالله أوجلان. اعتقلت من قبل السلطات التركية الفاشية بسبب انخراطها مع رفاقها الثوريين في حركة حرية كردستان، رافضين الظلم والاستبداد ومطالبين بالعدالة والمساواة، تواقين لنيل الحرية. ونحن كحركة مرأة في ناحية التمر نقف إجلالا وإكبارا لروح الشهيدة آيسل دوغان، ونعاهدها بالمضي قدما على خطاها وخطى جميع الشهيدات. إن نضال الشهيدات وتنظيمها سيبقى دائما أمامنا أعينا، وسنعمل ما في وسعنا لنكون لائقين بنضال وتضحيات الشهيدات وجميع الشهداء. المجد والخلود للشهيدة آيسل دوغان، الحرية للقائد عبدالله أوجلان. عاشت مقاومة المرأة. جنجيانا أزادي، جنجيانا أزادي، جنجيانا